واحدة من الهجمات الشرسة اليوم التشكيك بصحة الكتاب ووحي الكتاب، التشكيك بهوية يسوع، وعم بيعملوا ووتر داون، يعني ها روح المساومة والمسايرة والتهادن على حساب الحق الكتابي. لو كل مؤمن بصلي العالم راح يتغير. اضطهد مسيحي في أيام الرومان، اضطهدوا المسيحي. كل مسيحي كان يموت 7 كانوا يجوا للإيمان. الصين عذاب الأحمر اسمه أكثر بلد عذبت المسيحيين واضطهدت المسيحيين. اليوم الأعداد يعني صعب تحصيها في الصين، البعض بقول بين 120 لـ200 مليون مؤمن مسيحي، وبعدهم بمارسوا إيمانهم باجتماعات مغلقة في بيوت في أحراش خوفا من الاضطهاد. فإذا شو عمل اليوم؟ نسبة المسيحيين الأكبر هي مش في دول الغرب على فكرة، بتشوفها بأفريقيا، الناس عم تيجي من الشمال لليمين كلها من كل الديانات عم تيجي بتصير مسيحية، في جنوب أمريكا وفي آسيا أحبائي، بتشوف مثل أندونيسيا ماليزيا الصين ودول عديدة من الدول الآسيوية أعداد مهولة عم تيجي ليسوع المسيح. شو سببها؟ الاضطهاد. اضطهد مسيحي وشوف شو رح يصير في البلد.